إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني الطلبة سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بيام 2010. قال لي حساب المعدل الفصلي آم لمادة التربية المدنية نطبق القانون التالي: آم يساوي 2 آ زائد 3 بي على 5، حيث آ هي علامة التقويم المستمر وبي هي علامة الاختبار. أوجد علامة التقويم المستمر آ إذا علمت أن علامة اختبار بي هي 12 والمعدل الفصلي هو 14. بكل بساطة أبنائي سنأتي إلى هذه العلاقة. لدينا ماذا؟ لدينا أم يساوي نا، إذا نقول لدينا هذه معطيات أعطيت هي التي هنا وهنا كذا، لاحظوا أم يساوي نا هكذا، 2 أ يعني 2 في أ زائد 3 في بي على 5. هو الآن مطلوب هو إيجاد هذا الذي باللون الأحمر هو آ، ننتبه فقط عندكم هكذا، هذا كم مقامه؟ أي عدد؟ إذا كان بدون مقام مقامه واحد، فعندكم هذا 5 آم في 5 يساوي واحد، هذا يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يصبح مثلا 5 آم هكذا، 5 آم يساوي ماذا؟ واحد في ماذا؟ في 2 آ زائد 3 بي. انتبهوا جيدا فقط، الآن نريد استخراج الآ، لاحظوا فقط، الآن تصبح 5 آم يساوي لنا 2 آ زائد 3 بي، ولكن لو نعوض مثلا، نعوض آم بما يساوي، ها هو أم ماذا يساوي؟ لاحظوا يساوي 12، وبي نعوضه بما يساوي 14 وهذا 12، عفوا ماذا تصبح لديكم؟ تصبح هكذا 5 في 14 يساوي لنا 3 أ زائد 3 2 أ عفوا 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 قلت 2 أ زائد 3 البي كم؟ هو 12. ننتبه فقط، إذا نكمل الحساب، إذا 14 في 5، أنتم لديكم الحاسبة 20، 2 5 7، إذا 14 تعطيكم 70، يعني هنا تعطيكم 70 يساوي لنا 2 أ زائد 3 في 12، قوموا بالآلة الحاسبة ستعطي لكم 36. ننتبه فقط، لاحظوا جيدا، بما أن هذا معلوم ليس بمجهول سنقوم بنقله إلى هذه الجهة لأنها معادلة، تعطي لكم كم؟ 70 ناقص 36 كم يساوي؟ يساوي 2 أ. 70 ناقص 36 كم؟ يعطي لنا 34، يعطي لنا 34 يساوي لنا 2 أ. لو تقومون بالحالة الحاسبة ستعطيكم هكذا، لأن 10 4 زائد 6 تعطينا 10 نرفع الواحد، والستة والستة واحد، والواحد الذي رفع هو 7، إذا تعطينا 7. بما أن لاحظوا فقط، إذا 34 يساوي لنا 2، هنا تقرأ في أ، بما أن هنا في بين هذا وهذا في، فإن هذا ينتقل إلى المقام، يعني تصبح أ لأنها مساواة تساوي ماذا؟ 34 على ماذا؟ على، قلت هذا العدد ينتقل إلى المقام معه إشارته على 2، يصبح أ يساوي كم؟ قوموا بالآلة الحاسبة ستعطيكم 17. إذا التقويم، علامة التقويم كم؟ كم هي علامة التقويم؟ هي أ يساوي 17 فقط، يعني بهذه الطريقة البسيطة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو. شكراً.